صعوبة هذا المسلك الرابط ما بين بلدية منداس ودوار الشوالة في ولاية غليزان على نحو 27 كيلومترا دفع بعم بن عودة إلى بيع سيارته واقتناء دراجة نارية تأقلما مع الوضعية الكارثية التي يعيش مرارتها سكان المنطقة المحرومون من أدنى ضروريات العيش الكريم. أنا كان عندي لوطو بصح مين قلت لي بعت ما طقت عليها بعتها وشريت لا موطو. أني نروح بوكا ونجي بوكا. يوميا راني في منداس يوميا كل يوم الطريق راه قام دقدقه والبرد راه مكملني انا فوق لا موطو هذه ولو كان عندي لوطو انا على وكان عندي لوطو والطريق مليح انا على نشري لا موطو هذه ونروح يقتلني البرد. الطريق هنا عندنا مقطوع تخطي يكون مازدا ما تهوتش تبغي تهود عندك حاجه مزيره هكا وكان ما تديش كورسه ما تروحش. رانا مازال نعانوا ضربك لحد الان نقارع كل خطره يقولون لنا بنخدموكم من ما ومازال ما خدموهناش. فدوار الشوالة الذي غابت عنه التنمية بمختلف أشكالها وأنواعها وغيبت معه أحلام الشباب لسنوات طوالة. احنا رانا نلعبوا في الدامة انا نجوز في الوقت كتلنا الفيد ما صرنا ما نخدمو راك تلاقينا في الدامة تلعب تو صاحبك بلا ما جبت الليل وصاي. نطلبوا من هذا الولي الجديد يشوف هذا الشعب يجي يشوف هذا الشعب يجي يشوف هذه المنطقة المحرومة هذه. هذه منطقة محرومة من كل شيء لا من النقل المدرسي لا من المطارق لا من الكهرباء لا من كلش. المشكل اللي مطروح بشده وبحده في هذه المنطقه هو مشكل المياه الصالحه للشرب. اين قمنا بطرح المشكل على السلطات الولائيه وكذلك قمنا باعداد دراسه من اجل ان ربط هذه المنطقه بالمياه الصالحه من سد قرقار. الطرقات فان الطريق على مسافه حوالي 18 كيلومتر كان كله مهترئ وقمنا بانجاز الشطر الاول من المخطط البلدي للتنمية وتم اللجوء إلى العمال الموجودين في المستوصفات من أجل مد يد الدعم. ويبقى واقع التنمية بدوار الشوالة في ولاية غليزان بين قساوة التضاريس وإهمال المسؤولين، فهل ستلقى صرخات هؤلاء السكان استجابة واسعة من طرف المسؤولين؟